حدثنا عصام بن خالد حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني عن أبيه عن جده عن ذي الجوشن قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي فقلت يا محمد إني قد جئتك بابن العرجاء لتتخذه قال لحاجة لي فيه ولكن أن شئت أن أقيدك به المختارة من دروع بدر فقلت ما كنت لأقيدك اليوم بعدة قال فلا حاجة لي فيه ثم قال يا ذا الجوشن ألا تسلم فتكون من أول هذا الأمر قلت لا قال لما قلت إني رأيت قومك قد ولعوا بك قال فكيف بلغك عن مصاريعهم ببدر قال قلت بلغني قال قلت إن تغلب على مكة وتقتنها قال لعلك إن عشت أن ترى ذلك قال ثم قال يا بلال خذ حقيبة الرجل فزوده من العجوة فلما أن أدبرت قال أما إنه من خير بني عامر قال فوالله أني لبأهلي بالخور إذ أقبل راكب فقلت من أين قال من مكة فقلت ما فعل الناس قال قد غلب عليها محمد صلى الله عليه وسلم قال قلت هبلتني أمي فوالله لو أسلم يومئذ ثم أسأله الحيرة لا أقطعنيها حدثنا عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والحكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبيه عن جده عن ذي الجوشن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن ذي الجوشن أبي شمر الضبابي نحو هذا الحديث قال سفيان فكان ابن ذي الجوشن جارا لأبي إسحاق لا أراه إلا سمعه منه